نبوة يدعى غصن دي جت 5 مرات في العهد القديم، جت مرات بالتعبير المباشر وجت عدة مرات بطريقة غير مباشرة يفهم منها هذا التعبير. أولا معنى كلمة يدعى ناصريا اللي جت في متى إصحاح 2، إيه كلمة ناصرة واسم مدينة الناصرة جه من فين؟ لو فتحت القواميس اليوناني أو حتى قاموس الكتاب المقدس بالعربي، كلمة ناصرة جت من كلمة اللي هي نتزر بالعبري اللي هي تعني غصن أو فرع أو قضيب خشب. فكلمة الناصرة أصلا معناها فرع. لو فتحت القاموس العبرية زي قاموس سترونج أو قاموس براون أو قاموس ديفيد إيلون أو غيره، الناصرة أو نتزر تعني غصن. كتير قوي من القواميس العبرية لو رجعت فيها كلمة ناصرة أو كتبتها هي نتزر بالعبري تطلع لك معنى غصن. فبداية احنا نفهم ان هو يدعى ناصريا يعني يدعى باسم الناصرة أو الغصن. هل أتت نبوات في العهد القديم عن ان المصايا تلقبوا بالغصن؟ في كتير. لو حضرتك رحت في العهد القديم إلى سفر أشعياء 11:1، يخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله. الكلمة دي لفظيا هي كلمة الغصن اللي هي تساوي الناصرة. اليهود نفسهم فهموا النبوة دي على إن هي كلمة الغصن ويلقب بهذا الاسم. ايضا سفر اشعياء 4:2، في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء ومجدا وثمر الارض فخر وزينة للناجين من اسرائيل، برضو يذكر نفس التعبير. اشعياء صح 60:21، وشعب كلهم ابرار الى الابد يرثون الارض، غصن غرسي عمل يدي لأتمجد. سفر أرمية صحاح 23:5، ها أيام تأتي يقول الرب وأقيم لداود غصن بر فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض. سفر أرمية 33:15، في تلك الأيام وفي ذلك الزمان أنبت لداود غصن البر فيجري عدلا وبرا في الأرض. في سفر حزقيال 17:22، هكذا قال السيد الرب وآخذ أنا من فرع الأرز العالي وأغرسه وأقطف من رأس خراعيبه غصنا وأغرسه على جبل عالي وشامخ. نبوة دقيقة جدا لفظيا لأنها تقول هذا الاسم بوضوح. في سفر زكريا 3:8، فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم أنت ورفقائك الجالسون أمامك لأنهم رجال آية، لأنها أنا ذا آتي بعبدي الغصن. وسفر زكريا 6:12 يقول وكلمه قائلا هكذا قال رب الجنود قائلا هو ذا الرجل الغصن اسمه، يعني هيبقى من اسمه من ألقابه من المكان اللي هيعيش فيه غصن، نتزير ناصري. عشان كده تلاقي حتى يكمل بقية العدد ويقول ومن مكانه ينبت ويبني هيكل الرب. كل دي نبوات على الرجل الغصن. عشان كده لو نلاحظ التعبير الكتابي كان دقيق جدا. قال ايه لكي يتم ما قيل بايه؟ بالانبياء. طب ليه ذكرهم بالجمع؟ ما قالش ليه لما كما قيل بالنبي؟ لأن زي ما ذكرت لكم أشعياء وأرمياء وحزقيال وزكريا كلهم تنبأوا عن لقب المسيح الغصن أو النتزير أو الناصر. خاصة أن متى البشير طبعا العارف العبري كويس جدا، ولأن دي يكتب كلمة يدعى ناصريا لما كتب إنجيله في الأول بالعبري هو الكلمة نفسها لفظيا نتزير ومعناها معروف لليهود، تأكيدا على كلام اليوناني اللي هو كلمة نازوريوس. كلمة نازوريوس
اللي يبص عليها في القواميس أطلقت على سكان الناصرة، وهي ليست من أصل يوناني، اللي يراجع ليه أطلقت على سكان الناصرة هتلاقيها جاية من الأصل العبري اللي هو كلمة غصن. طبعا يوجد نبوات أخرى ليس لم تأتي لفظيا زي النبوات اللي أنا سبق وأخبرت بيها، لكن يوجد نبوات أخرى في العهد القديم زي أشعياء 53 وزي مزمور 22 وغيره توضح بالمعنى هذا الأمر. عشان كده النبوة دي تؤكد أنه هو هيطلع من الناصرة، هي تناسب نفس النبوة اللي قيلت عن ناصرة الجليل، تناسب تماما اللي قاله متى البشير، تناسب تماما ما حدث في العهد القديم. فهذه النبوة ليه قال ان هو الغصن، يعني هيتلقب بالناصري لانه هيخرج من ناصرة الجليل، وفعلا انطبقت هذه النبوة، والرب يسوع المسيح عاش طفولته في ناصرة الجليل، وعشان كده لقب ناصريا زي ما سبق وتنبأ الكتاب المقدس بكل تفصيل عن هذا الأمر.